السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هناخد اخر شابتر للدكتور اماني اللي هو شابتر الويف جايد. الويف جايد هو شبه الترانسميشن لاين جدا، هو حاجه عن طريق اقدر ان انقل الويف من الجنريتور للود، برضه شبه الترانسميشن لاين، مع اختلاف ان هو يقدر ينقل الويف بترددات اعلى. يعني الويف اللي ماشي فيه ممكن توصل لحد 300 جيجا وباور اعلى. وبرضه يختلف عن الترانسميشن لاين ان هو ما بيقدرش يتباعد فيه دي سي، لازم الويف اللي يكون ماشيه فيه تكون اي سي وليها فريكوانسي، عكس في الترانسميشن لاين كان ممكن يبعت دي سي وممكن يبعت اي سي. فده الاختلاف ما بين الويف جايد وما بين الترانسميشن لاين. في نوعين من الويف جايد، نوع اسمه الريكتانجلر ويف جايد، ده بيبقى الكروس سيكشن بتاعه مستطيل، وحاجه اسمها السيركلر ويف جايد، ده بيبقى الكروس سيكشن بتاعه سيركل. اللي احنا بناخده في مادة الويف هو الريكتانجلر ويف جايد، ده اللي احنا هندرسه. تمام. طيب احنا دلوقتي هنبدأ ندرس يبقى حاجة اسمها الريكتانجلر ويف جايد. فالويف جايد اللي هو الريكتانجلر بيبقى عامل زي علبة الكبريت كده، كأنه اسطوانة بس الكروس سيكشن بتاعته بتبقى مستطيل، ليها طول وليها عرض، طول وعرض A و B، A و B طول وعرض. فهو بيبقى عامل شبه الاسطوانة، مع اختلاف ان هو بيبقى الكروس سيكشن بتاعه مستطيل مش سيركل. فده كده الكروس سيكشن بتاعه، من هنا في كروس سيكشن شبهه من الناحية التانية، وطبعا ليه مسافة كأنها علبة كبريت بالظبط، كأنها علبة كبريت. وده كده الكروس سيكشن. الريكتانجل ريف جايد بيبقى الكروس سيكشن بتاعه دوت، واللي من الناحية التانية عبارة عن بيرفكت كوندكتور. بيرفكت ايه؟ كوندكتور. لكن الماتيريال الان بتوين اللي هي في المسافة دي، الماتيريال دي بتبقى عبارة عن داي الكتريك، وممكن الداي الكتريك ده يكون فري سبيس، بس هو داي الكتريك هو عازل، والعازل ده ممكن يكون فري سبيس. تمام. فده كده شكل الريكتانجلر ويف جايد. بصوا كده، هو ليه سموه ريكتانجل؟ هتلاقي الكروس سيكشن ده واللي من الناحية التانية عبارة عن مستطيل، ليه طول وليه عرض، ليه A و B طول وعرض. الكروس سيكشن ده واللي شبهه من الناحيه التانيه بيبقى عباره عن بيرفكت كوندكتور، لكن الماتيريال اللي هنا دي بتبقى داي الكتريك، ممكن تكون فري سبيس، يعني بتبقى ماده عازله، والماده العازله دي ممكن تكون فري سبيس. احنا على طول هنبقى شغالين ان الويف بتخش من هنا في اتجاه الزد، بتفضل تعمل بروباجيشن في الزد وتطلع من الناحيه التانيه وتوصل للناحيه التانيه. فتلاقي كل كلامنا في الريكتانجلر ويف جايد ان اتجاه البروباجيشن في الزد، ان اتجاه البروباجيشن فيه الزد، لان هي بتخش من الكروس سيكشن ده بتفضل ماشيه في الداي الكتريك اللي ممكن يكون هواء. وهتلاقيه في مسائل كتير يقول لك اير فيلد ريكتانجلر ويف جايد. يعني ايه اير فيلد؟ معناه ان الماتيريال اللي جوه دي مملاه بالهواء وهي عباره عن هواء، وبعد كده تلاقي الويف خرجت من الناحيه التانيه. تمام. فدي كده فكره الريكتانجلر ويف جايد كشكلين. طيب ده كده فكرته كايه؟ كشكل. ده كلام جميل. طيب تعالوا بقى نشوف مسألة الريكتانجل وريف جايد بتيجي ازاي في الامتحان. الريكتانجل وريف جايد لما بيجي في الامتحان بيجي يا اما سؤال ب 15 درجة يا اما سؤال ب 20 درجة، وعادة بيبقى سؤال ب 20 درجة. بيجي في الأول جزء بروف، ويجي بعد كده معاه مسألة أو مسألتين وساعات ثلاثة. فانت هتلاقي على طول في السؤال بتاع الريكتانجل ويف جايد لازم يجي بروف في الاول، اثبات، وبعد الاثبات ده بيجي بعديه مساله او مسالتين، وعاده بيبقى مسالتين مثلا. فهنتكلم في الاول الاثبات، ايه الشكل اللي ممكن يجي بيه، لان هو ممكن يجي باشكال مختلفه لان هو مش اثبات واحد. هقول لكم ايه الاشكال المختلفه بتاعته، مين هو الاثباتات المهمه ومين الاثباتات اللي مش مهمه قوي. فكان نخش على جزء المسائل. طيب اول اثبات بيجي، والاثبات ده مش مهم قوي، يعني هتلاقيني في الاول بتكلم عن الاثباتات اللي مش مهمه قوي، بعد كده اقول لك الاثباتات المهمه جدا اللي هي بتيجي كتير قوي. اول اثبات بيجي وده مش مهم قوي، يعني ان هو يقول لك هات لي الالكتريك فيلد في اتجاه الزد، او هات لي الماجنتيك فيلد في اتجاه الزد. خلي بالك احنا بقول لك اتجاه الزد ده اللي هو اتجاه البروباجيشن، ان هو يقول لك هات لي الالكتريك فيلد في اتجاه الزد او الماجنتيك فيلد في اتجاه الزد، واتجاه الزد ده اللي هو اتجاه ايه؟ اللي هو اتجاه البروباجيشن. تمام. فنعمل ايه بقى ساعتها عشان نجيب الالكتريك فيلد
الاي زد، يعني ممكن اللي هو بيطلب منك الاي زد والاتش زد. اللي هو الالكتريك فيلد في اتجاه البروباجيشن، والماجنتيك فيلد في اتجاه البروباجيشن، لان البروباجيشن هيفرضينه في الزد. فده زي ما اقول لك مش مهم قوي الاثبات ده، بس هناخد في الاول الاثباتات اللي مش مهمه قوي بس بتيجي، يعني ممكن تيجي عادي. بعد كده اقول لكم الاثباتات اللي بتيجي كتير. طيب اول حاجه عشان تطلع الاي زد والاتش زد تعمل ايه؟ هتبدا اول حاجه من هنا من الماكس والايكويشن ديت، تفضل شغال الصفحتين دول كده اللي هو البروف ده لحد ما توصل للايكويشن بتاعت الاي زد والاتش زد. فدي كده اول حاجه، ده كده اول اثبات بيجي ان هو يقول لك هات لي الاي زد في الفيزور دومين طبعا عشان هو هنا في اكسبوننشال، والاتش زد اللي هو الاي والاتش في اتجاه البروباجيشن اللي هو زد. ساعات كمان بيزود على البروف ده حته، زي ما قلت لك ده كده البروف اللي هو مش اهم، بس ساعات بيزود عليه حته. يعمل ايه؟ ما يقولكش هات الاي زد والاتش زد ويخلص ويسكت، لا يجي يقول لك مثلا هات لي الاي زد والاتش زد، ويبدا يمنشن حاجه اسمها تي ام مود والتي اي مود. ايه بقى التي ام مود والتي اي مود ده؟ التي ام مود دي حاجه اسمها ترانسفيرس ماجنتيك ودي ترانسفيرس الكتريك. في الترانسفيرس ماجنتيك هو اسمه ترانسفيرس ماجنتيك، فبتلاقي ان الاتش زد بتبقى بزيرو والاي زد ليها فاليو، ليها فاليو. في الترانسفيرس الكتريك بتلاقي ان الاي زد هي اللي بزيرو والاتش زد بيبقى ليها فاليو. هتقول لي يعني خلاص لو قال لي مثلا هات الاي زد في حاله التي ام هقول له الاتش زد بزيرو واحسب الاي زد بنفس الطريقه؟ هقول لك لا، وهتزود حاجه كمان. لو بدا يمنشن ان هو عايز يشتغل في التي ام مود او التي ام مود، مش هتكتفي ان انت طلعت الاي زد والاتش زد بس. امال ايه؟ اولا هو لو هيطلب منك، هيطلب منك الاي زد لو هو شغال في التي ام مود. ولو هو شغال في التي ام مود هتلاقيه طالب منك الاتش زد. طب خلاص هو قال لي ان هو شغال في التي ام مود وطلب الاي زد، يبقى انا هفضل شغال لحد ما اطلع له الاي زد ديت. هقول لك لا، وهتكمل كام خطوه كمان. ايه هي بقى؟ بص كده معايا، هتكمل كام خطوه كمان. ان انت هتقول له بما اني شغال في التي ام مود، اولا الاتش زد بزيرو، وهو اصلا طالما قال لك تي ام مود هتلاقيه طالب منك الاي زد. ودي كده الاي زد اللي انت اثبتها من الصفحتين اللي فوق، يعني احنا قعدنا شغالين صفحتين كده عشان نثبت الاي زد والاتش زد اللي هما الصفحتين دول. لو من اول هنا الصفحه دي اللي هي صفحه رقم 2، تمام، اللي هي الصفحه رقم 2 والصفحه رقم 3 لحد في الاخر طلعت الاي زد والاتش زد، تمام. فانت هنا اهو في التي ام مود هتفضل شغال صفحتين دول، طالما هو هتلاقيه هو قايل لك احسب لي الاي زد في التي ام مود، فانت اشتغلت صفحتين وطلعت الاي زد، هل تسكت؟ لا. طالما قال لك التي ام مود هتعمل كام خطوه زياده؟ هتقول له بما ان ده التي ام مود فالاي زد اهو انا طلعته لك من الاثبات اللي هو الصفحتين اللي فاتوا، وهتكمل عليه كام خطوه كمان؟ هتقول له طبعا الاتش زد بزيرو، هو اصلا طالب منك الاي زد في التي ام مود. ايه بقى الخطوتين اللي هتضيفهم زياده؟ هتطبق حاجه اسمها الباوندري كونديشن، دي ممكن اعملها معاك. انك هتقول له ان الاي زد اللي انت طلعتها ديت من الاثبات اللي هو صفحتين هتساويها بصفر عند الباوندري كونديشن. ايه الباوندري كونديشن؟ ان الاكس مره بتساوي الزيرو ومره بتساوي الاي اللي هو الويت، وان الواي مره بتساوي الزيرو ومره بتساوي البي اللي هو العرض ده. فاول حاجه تقول له والله الاي زد ده بزيرو عند الاكس بزيرو، فتيجي في الايكويشن اللي انت طلعتها من اثبات الصفحتين تاني عشان بس ما تلخبطش، انا قلت لك لما هيجي يطلب منك في التي ام مود الاتش زد بزيرو اصلا، فهتلاقيه طلب منك الاي زد في التي ام مود، فانت اوريدي من الصفحتين اللي فوق انت اثبتت الاي زد. هتيجي بس طالما هو قال لك تي ام مود هتيجي تطبق الباوندري كونديشن عشان تختصر ايكويشن الاي زد اللي انت اثبتها دي شويه، هنختصرها شويه. فهنعمل ايه بقى؟ فهاجي اقول له والله هطبق الباوندري كونديشن، هساوي الاي زد دي بصفر في اربع احتمالات، مره عند الاكس بزيرو، مره عند الاكس بايه، مره عند الواي بزيرو، مره عند الواي بي. فدول كده الاربع احتمالات اللي هساوي فيهم الاكس بزيرو، دول كده الاربع احتمالات اللي هساوي فيهم ايه الاي زد بزيرو اصلا. جميل. طيب ف اول حاجه هقول كده الاي زد بزيرو عند الاكس بزيرو، فرحت عوضت في الايكويشن اللي فوق عن الاكس بزيرو، فبقت كوساين زيرو هنا ساين زيرو،
ودي طبعا كانت فانكشن في الواي فهتفضل زي ما هي. فالساين زيرو دي هتطير الترم ده، والكوزاين زيرو هتخلي دي سي 1، ودول هيفضلوا زي ما هم. فامتى الترم دوت مضروب في السي 1 يبقى بزيرو؟ لما يبقى السي 1 بزيرو. يبقى احنا كده استنتجنا من الباوندري كونديشن الاولاني ان احنا سوينا الاي زد بزيرو عند الاكس بزيرو، استنتجنا ان الكونستانت سي 1 اللي كان موجود في المعادله اللي فوق اللي هي معادله الاي زد هيبقى بزيرو. مع كده برضه نفس الكلام هنيجي على الايكويشن ديت بقى، اللي نفس الايكويشن اللي فوق، ونعوض عن الواي بزيرو بقى. فلما نعوض عن الواي بزيرو هتلاقي ان الترم ده راح، وهيبقى السي 3 في كوزاين زيرو اللي هو سي 3، والترم ده هيفضل زي ما هو. فهنستنتج من ان السي 3 بزيرو. فبالتالي من اول تو باوندري كونديشن انا استنتجت ان السي 1 بزيرو والسي 3 بزيرو. فكده هيبقى لي الترم ده مضروب في الترم ده مضروب في الاكسبوننشال. ده كده الاي زد، ولسه هطبق تو باوندري كونديشن كمان عند الاكس بـ A، ان الاي زد بزيرو عند الاكس بـ A، وان الاي زد بزيرو عند الواي بـ B. فانا كده طلعت الاي زد المختصره لحد دلوقتي، ان هي سي 2 ساين كي اكس كي اكس في الاكس مضروب في سي 4 ساين كي واي في الواي. الكلام ده في اي اس سالب جاما زد. فدي الاي زد المختصره لحد دلوقتي. تمام. فاجي اعوض بقى عن الاكس بايه، واعوض عن مره الواي ببي، المفروض نساوي برضو الكلام ده بزيرو. فعوض اول حاجه عند الاكس بايه، واقول عندها الاي زد بزيرو عند الاكس بايه. المعوض عن الاكس بايه في الايكويشن دي هتبقى كي اكس في الاي، ودي هسيبها واي زي ما هي وهساوي بزيرو. فده هيبقى بزيرو امتى؟ لما يكون الترم ده بزيرو. انا عوضت عن الاكس بايه وسويت الاي زد بزيرو، ده كده التالت باوندري كونديشن. فطلع لي ان هو يبقى بزيرو لما يبقى الترم ده بزيرو. طب امتى الترم ده بزيرو؟ لما يبقى جوه الساين ده هو مالتيبل من الباي، والام دي ممكن تبدا من زيرو عادي مفروض، بس اقول لك ليه ما ينفعش تبدا من زيرو. فالمفروض لو الام دي ب 1 باي، 2 باي، 3 باي، لو الام دي ب 1 باي يعني اللي جوه الساين دي كانت باي، 2 باي، 3 باي، كل ده الكلام ده هيدي زيرو، كل الكلام ده هيدي زيرو. فبالتالي امتى اللي جوه، امتى الساين تبقى زيرو؟ لو اللي جوه الساين ده هو مالتيبل من الباي، يعني لما يبقى الترم كي اكس ده هو عباره عن ام باي عليه. هتقولي طب ما الام ممكن تبدا بزيرو، لان لو الام بزيرو هيبقى ساين زيرو بزيرو. هعرفك ليه دلوقتي الام ما ينفعش تبدا بزيرو، والام لازم تكون 1 او 2 او 3 او 4، ما ينفعش تبدا من زيرو، هنعرف ليه. المهم انا كده طلعت قيمه الكونستنت كي اكس اللي هو هيبقى في معادله الاي زد. هعمل نفس الكلام، هاجي ازوي، هساوي دلوقتي ايكويشن الاي زد بالزيرو لما الواي ايكوال بي. فبالتالي هتلاقي ان لما انا حطيت الواي ببي الترم ده، لما الاي زد تبقى بزيرو هيبقى الترم ده بزيرو، فهتبقى اللي جوه الساين ده ان باي، ده كونستنت جديد، فهتبقى الكي واي ان باي على بي. والان برضه هنعرف ليه ما ينفعش تبدا من اول زيرو، هنفهم ليه في الاخر. يبقى دي كده ايكويشن الاي زد المختصره. ايكويشن الاي زد المختصره هتبقى اي زد نود ساين، شلت الكي اكس وحطيت مكانها ام باي على ايه، وشلت الكي واي حطيت مكانها ان باي على بي، وبقت دي كده ايكويشن الاي زد اللي هو طالبها. دي كده ايكويشن الاي زد في حالة ال تي ام مود. دي كده ايكويشن الاي زد في حالة ال تي ام مود. تمام، في حالة ايه؟ ال تي ام مود. طيب ليه بقى؟ احنا قلنا ان الام ما ينفعش تبقى بزيرو، لان الام والان الاثنين موجودين جوه ايكويشن ساين. فلو الام بزيرو هتلاقي ان الاي زد بزيرو بغض النظر عن قيمه الاكس وقيمه الواي، لان هتبقى ساين زيرو فيبقى الاي زد كلها بزيرو. ولو الان بزيرو نفس الكلام، هتلاقي ان الايكويشن كلها بزيرو بغض النظر عن قيمه الواي وقيمه الاكس. فعشان كده ما ينفعش. عشان كده طول ما احنا شغالين في التي ام مود، الكونستانت اللي هو ام وان دول ما ينفعش يبداوا من زيرو. ممكن يكون ليهم اي فاليو بس من اول واحد، بس ما ينفعش يبداوا بزيرو طالما انا شغال في التي ام مود. يبقى اول حاجه زي ما قلت لك الاثبات ممكن يجي لك ازاي، يقول لك هات الاي زد والاتش زد، فهتشتغل اول صفحتين وتطلعهم. لا، ممكن بقى يجي لك بشكل تاني يقول لك هات الاي زد في حاله التي ام، هتشتغل اول صفحتين وتطلع الاي زد بس تطبق عليها الباوندري كونديشن وتختصرها بالشكل ده. ممكن يقول لك هات لي الاتش زد في حاله التي اي مود بقى، هات لي نفس الكلام هتعمله برضو، هتمشي بقى على البروف ده، هتقول طالما انا شغال تي اي مود الاتش زد المره دي هي اللي ليها فاليو والاي زد هي اللي بزيرو. هتروح حاطط القانون الاتش زد اللي انت اثبته من اول صفحتين وتمشي عليه الباوندري كونديشن لحد ما تختصره بالشكل ده.
برضه هتلاقي ان الام والان هنا، لا هنا هنعرف بقى ان في التي اي مود، هنعرف ان في التي اي مود الام والان ينفعوا يبداوا من صفر. ليه؟ لان هنا كوزاين، فحتى لو الام بزيرو فكوزاين زيرو بواحد، فبالتالي الاتش كلها مش هتبقى بصفر. لكن ما ينفعش الاثنين يبقوا بصفار، ما ينفعش الام والاثنين الام والان الاثنين يبقوا بصفار، لكن ينفع واحده منهم تبقى بصفر. وده اللي هنعرفه، ان الام ينفع تبدا من زيرو، الان ينفع تبدا من زيرو، الام والان الاثنين ينفعوا يبداوا من زيرو، لكن ما ينفعش يبقوا هما الاثنين صفار. تقول لي طب ما هو حتى لو هما الاثنين صفار ده يبقى بواحد، ده بواحد هيبقى ال ترم اكسبوننشال. ايه المشكله؟ المشكله لما نيجي نجيب بقيه الترمات هيبقى فيها تفاضل، فهتلاقي اصلا بقيه الترمات هتبقى بصفار، فما تنفعش ان هي بقيه الترمات هتفاضل الترم ده. فعلشان كده ما ينفعش الام والان الاثنين يبقوا بصفار. لكن في التي اي مود، في التي اي مود في قمه للاتش، وينفع الام والان واحده منهم تبقى بصفر، لكن ما ينفعش الاثنين يبقوا بصفار. فده كده اول شكل من اشكال الاثبات، وده مش شكل مهم قوي، بس بيجي ساعات، ساعات بيجي بس مش مهم قوي. هوريكم بقى دلوقتي الشكل اللي بيجي كتير جدا، وهو البروف الاهم. بس طبعا البروف اللي فات لازم تكون متمرن عليه عشان ممكن يجي، بس ده ايه، ده الاهم اللي انا هشرح لك دلوقتي، ده الاهم. يبقى البروف اللي فات انت هتجيب الاي والاتش، ولو قال لك انت شغال تي ام مود، فلما تجيب الاي هتطبق عليها الباوندري وتطلع الاي في حاله التي ام مود، لان هو هيطلب منك الاي لو انت شغال تي ام، لان الاتش اصلا بصفر. لو قال لك انت شغال تي اي وقال لك هات الاتش، هتروح واخد الاتش ديت، وطبعا الاي بصفر، هتروح مطبق عليها الباوندري كونديشن ومطلع الاتش في حاله التي اي مود. في التي ام مود شفنا ان هتلاقي في الايكويشن في ام وان، في التي ام لازم الام والان يبداوا من اول واحد، ما ينفعش يبقوا بصفار، ما ينفعش واحده فيهم تبقى بصفر. لكن في التي اي مود ممكن الام او الان واحده فيهم تكون بصفر، لكن ما ينفعش الاثنين يكونوا بصفر. طب مين بقى البروف الاهم؟ البروف الاهم اللي هو ان انت تطلع بقيه الكومبوننتس بقى. احنا كده كل اللي احنا بنعمله ده احنا كنا بنبروف مجرد مين؟ كنا مجرد بنبروف الايكويشن بتاعه الاي زد والاتش زد بس. كنا بس بنبروف الاي زد والاتش زد اللي هما في اتجاه البروباجيشن. لكن انت عندك في كومبوننتس تانية، انت عندك الاي اكس وعندك الاتش اكس وعندك الاي واي وعندك الاتش واي. فايه بقى الايكويشنز بتاعتهم؟ هتلاقي اصلا الايكويشن بتاعت كل واحده فيهم هي فانكشن في الاثنين بتوع البروباجيشن. هتلاقي الاي الايكويشن بتاعتها فانكشن في الاثنين بتوع البروباجيشن، والاتش نفس الكلام الايكويشن بتاعتها فانكشن في الاثنين بتوع البروباجيشن. هتلاقي ان الاي والاتش الاثنين فانكشن اصلا في البارامترز بتاعه البروبيشن، اللي هي الاي والاتش بتوع البروبيشن. ايه اللي ناقص لنا دلوقتي؟ وده البروف الاهم، ان انت تطلع ايكويشن للاي اكس فانكشن في الاثنين دول، تمام، وان انت تطلع ايكويشن للاتش اكس فانكشن برضه في الاثنين دول، وان انت تطلع ايكويشن للاي واي فانكشن في الاثنين دول، وان انت تطلع ايكويشن للاتش واي فانكشن في الاثنين دول. طبعا هتلاقي البروف كبير شويه، بس هم بيطلبوا منك في الامتحان كلهم، هتلاقيه طالب منك مثلا ان هو عايز الاتش الاي اكس والاتش اكس مثلا، او الاي اكس والاتش واي، او ممكن يطلب واحده بس، لان هو البروف بتاع الواحده الصغير. هو هتلاقيه في الامتحان مش طالب منك البروف بتاعهم كلهم، لا ده هتلاقيه مثلا طالب منك واحده او اثنين منهم. انا همشي معاكم دلوقتي واحده، والباقيين هيبقوا شغال. بس البروف ده مهم جدا وبيجي كتير، وهوريك دلوقتي احنا شغالين بنحل ان هو بيجي كتير. فمثلا اول حاجه طبعا هتلاقي كده صيغه السؤال يقول لك يوزنج ماكسويل ايكويشن فايند الاي اكس مثلا، او يوزنج الماكسويل ايكويشن فايند الاتش اكس. لان احنا اصلا عشان نقدر نجيب اي واحده فيهم فانكشن في الاي زد والاتش زد بتوع البروباجيشن، لازم نبدا في الاول بالماكسويل ايكويشن. هتلاقينا بادئين من الاول كده بايه؟ بالماكسويل ايكويشن. طيب تعالى كده نبص، تعالى كده نبص. أول حاجة نبدأ إزاي؟ الخطوات اللي إحنا هنعملها في الأول دي المفروض هتعملها بغض النظر أنت بتحسب الـ EX ولا الـ HX ولا الـ EY ولا الـ HY. فدي خطوات ثابتة كده المفروض تعملها في البداية خالص بغض النظر أنت بتحسب مين فيهم. طيب إيه بقى الخطوات دي؟ دي كده الماكسويل ايكويشن اللي هو بيقول لك يوزنج ماكسويل ايكويشن، انك هتقول ان كيرل الاي هي سالب جي اوميجا ميو في الاتش، وان كيرل اتش هي جي اوميجا ابسلون في الاي. هتقول ان كيرل الاي هي سالب جي اوميجا ميو في الاتش، وان كيرل اتش هي جي اوميجا ابسلون في الاي.
يعني كيرل الاتش هي جي اوميجا ايبسلون في ال. طيب وبعدين بعد ما كتبت التو ايكويشن دول هتبدأ تفك كيرل الاي. فكيرل الاي بتتفك ازاي؟ اول حاجه بتحط اتجاه اليونت فيكتورز بتاعتك اي اكس اي واي اي زد، بعد كده بتحط بارشل على بارشل اكس، بارشل على بارشل واي، بارشل على بارشل زد، بعد كده بتحط الاي ديت اللي هي الاي في الفيزور اللي هي اي اس اكس اي اس واي اي اس زد، اللي هو الاي في اتجاه الاكس والاي في اتجاه الواي والاي في اتجاه الزد. دي اول خطوه، ده كده كيرل الاي. زي ما بقول لك الخطوات ديت اللي انا بعملها لك دي هتبقى ثابته لما تيجي تحسب اي واحده منهم. تمام. فاول حاجه عملنا ايه؟ اول حاجه زي ما وريتك احنا قلنا كيرل الاي بتساوي سالب جي اوميجا ميو في الاتش. كيرل الاي دي فكناها ازاي؟ اي اكس اي واي اي زد، بارشل على بارشل اكس، بارشل على بارشل واي، بارشل على بارشل زد، والاي ديت فكناها الاي اس اكس اي اس واي اي اس زد. بعد كده سوينا الكلام ده بسالب جي اوميجا ميو في ال اتش. ال اتش دي بقى هنفكها ازاي؟ هنفكها اتش في اتجاه الاكس في يونت فيكتور اكس، زائد اتش في اتجاه الواي في يونت فيكتور الواي، زائد اتش في اتجاه الزد في يونت فيكتور الزد، اللي هو كان ال اتش دي فكناها اتش اكس اي اكس زائد اتش واي اي واي زائد اتش زد زد. تمام، ده كلام جميل. طب وبعد كده ازاي بقى نفك الديترمنت ده عشان نساويه بالكلام ده؟ خلاص فكينا الاتش دي للايكوفالنت بتاعه، وفكينا الكيرل دوت للديترمنت بتاعه. ازاي بقى نفك الديترمنت دوت عشان نساويهم؟ اول حاجه بنحط الاشارات بتاعتي موجب سالب موجب، بعد كده نيجي بقى عند ده نقول اي اكس ده. اي اكس ده عباره عن ايه؟ نطير الصف والعمود بتاعه، فيبقى بارشل على بارشل واي في الاي زد ماينس بارشل على بارشل زد في الاي واي، يبقى بارشل على بارشل واي في الاي زد ماينس بارشل على بارشل زد في الاي واي كده، فيبقى بارشل على بارشل واي في الاي زد ناقص بارشل على بارشل زد في الاي واي. يبقى اول حاجه جينا على الاي اكس طلعنا الصف والعمود بتوعه، فيبقى بارشل على بارشل واي في الاي زد ماينس بارشل على بارشل زد في الاي واي. الكلام ده هنسويه بايه؟ هنسويه بالحاجه المكافئه اللي هي من الاي اكس. هو الكلام ده اصلا كله المفروض مضروب في الاي اكس اللي انا طيرت الصف والعمود بتوعه بالموجب. فمين بقى هو الترم بتاع الاي اكس في الناحيه اليمين؟ هيبقى عباره عن سالب جي اوميجا ميو في الاتش اكس، عشان كده سويت الاثنين مع بعض. طب عايز اجيب الحاجه اللي هتبقى مضروبه في الاي واي بحيث اسويها بالحاجه اللي موجوده في الاي واي من ناحيه اليمين اللي هي سالب جي اوميجا ميو في الاتش واي. فايه بقى المضروب في الاي واي؟ هاجي هنا في اشاره ماينس اروح مطير الصف والعمود بتوعه، فلما جيت على الاي واي طيرت الصف والعمود بتوعه هيبقى بارشل على بارشل اكس في الاي زد، بارشل على بارشل اكس في الاي زد اللي هو ده ناقص بارشل على بارشل زد في الاي اكس، بس عشان في اشاره ماينس اصلا فهيتقل، فيبقى ده اللي ماينس ده. فهو الاي واي ده طير الصف والعمود بتوعه هيبقى بارشل على بارشل اكس في الاي زد ماينس بارشل على بارشل زد في الاي اكس، يبقى بارشل على بارشل اكس في الاي زد اللي هو ده ناقص بارشل على بارشل زد في الاي اكس، وعشان في اشاره ماينس اصلا فاشاره الماينس دي هتخليهم يتعكسوا، خلي ده يجي هنا وده يجي هنا. تمام جميل. برضه هساوي بقى اخر حاجه الترم بتاع الاي زد اللي هو سالب جي اوميجا ميو في الاتش زد من ناحيه اليمين بسالب جي اوميجا ميو في الاتش زد من ناحيه الشمال، فهنا يبقى سالب جي اوميجا ميو في الاتش زد، وهنا الاي زد لما طير الصف والعمود بتوعها هيبقى بارشل على بارشل اكس في الاي واي ناقص بارشل على بارشل واي في الاي اكس، بارشل على بارشل اكس اهي في الاي واي ناقص بارشل على بارشل واي في الاي اكس. فدي كده اول خطوه ان انا طلعت ال 3 ايكويشنز دول من الايكويشن الاولانيه خالص، يعني كل ده انا مطلعه من الايكويشن الاولانيه خالص اللي هي كانت ديت. تمام، نفس الكلام هتعمله مع الايكويشن الثانيه، هتفك دي الجي اوميجا ابسلون ودي هتفكها بالفكه دي، وهتفك الديترمنت بتاع الاتش وتطلع الثلاث معادلات بتوعه نفس الطريقه بالظبط. فانت دلوقتي بقى معاك كام معادله؟ بقى معاك 6 معادلات اهو عن طريق التو ماكس لوكيشن. عشان كده تلاقي اصلا في البدايه خالص بيقول لك هات الاي اكس او الاي واي او الاتش اكس او الاتش واي فروم او يوزنج ماكسويل ايكويشن. بعد كده طلعت خلاص اهو
ايه الست معادلات بتوعي؟ طلعت هو الست معادلات بتوعي. طب تاني خطوة بعد ما اطلع الست معادلات دول والكلام ده ثابت، لو هتجيب اي واحدة من الاربعة كومبوننتس، الكلام ده هتلاقيه ثابت لو انت هتجيب اي واحدة من ايه؟ من الاربعة كومبوننتس بتوعك. تمام. طيب وبعد ما طلعت ال ست معادلات دول اعمل ايه بقى؟ شيل كل بارشل على بارشل زد. اشمعنى بارشل على بارشل زد؟ لان ده اتجاه البروباجيشن. شيل كل بارشل على بارشل زد وحط مكانها ايه؟ جي سالب جاما. شيل كل بارشل على بارشل زد وحط مكانها سالب جاما في المعادلات كلها. يعني تعالى كده نحاول نابديت المعادلات دي، بس يعني هنشيل دي كده ونحط مكانها سالب جاما، فهتبقى بلس جاما. فهتبقى بلس جاما. وهنا نشيل دي برضو بارشل على بارشل زد ونحط مكانها سالب جاما. في الست معادلات بقى، هنا في مفيش بارشل على بارشل زد تاني، هنا في بارشل على بارشل زد هنحط مكانها زائد جاما، ودي بارشل على بارشل زد هنحط مكانها سالب جاما، واخر اتنين دول كانوا ايه؟ كان دي بارشل على بارشل زد ودي بارشل على بارشل اكس، فدي هنحط مكانها سالب جاما. دي بارشل على بارشل زد هنحط مكانها سالب جاما، ودي كانت بارشل على بارشل اكس. يبقى اول خطوة ان احنا طبقنا الماكسويل ايكويشن. بعد ما طبقنا الماكسويل ايكويشن رحنا فكينا الديترمنت بتاع الماكسويل ايكويشن الاولى، طلعنا ثلاث معادلات، فكينا الماكسويل بتاع الايكويشن الثانيه، طلعنا ثلاث معادلات ثانيه. بقى معانا ست معادلات. الست معادلات دول شلنا كل بارشل على بارشل زد وحطينا مكانها سالب جاما، وعملنا ابديت للست معادلات دول. دلوقتي بقى عايزين نطلع اول كومبوننت ممكن نطلبها منك في الامتحان اللي هي الاي اكس. وطبعا الاي اكس في الاخر المفروض تطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد. طب هنطلع الاي اكس ازاي؟ تعالى كده على المعادله رقم 4. في المعادله رقم 4 دي، مش الاي اكس دي، انا ممكن اجيبها لوحدها في طرف، اروح قاسم على جي اوميجا ايبسو، اقسم ده وده على جي موجو على جي اوميجا ايبسو. بس طبعا بارشل على بارشل زد دي حط مكانها سالب جاما، فدي بقت بلس جاما، اصلا بقت بلس جاما في الاتش واي، فدي اصلا بقت بلس جاما في الاتش واي. فممكن اقسم الترم ده كله على جي اوميجا ايبسلون واطلع الاي اكس، فهيبقى الاي اكس اهو هيبقى واحد على جي اوميجا ايبسلون من المعادله رقم 4، هيبقى واحد على جي اوميجا ايبسلون عشان اجيب الاي اكس لوحدها في طرف. والترم ده اهو، والترم ده زي ما قلت لك اصلا بقى بلس جاما في الاتش واي. طب انا كده برضو ما طلعتش الاي اكس فانكشن في الاتش زد وفي الاي زد، انا كده طلعت الاي اكس فانكشن في الاتش زد بس، بس في الاتش واي انا عايز اصلا فانكشن في الاي زد والاتش زد، عشان كده هشيل ال HY دي واحط مكانها ايه بقى؟ فاروح للمعادله رقم 2. لو رحت للمعادله رقم 2 هتلاقي نفسك ممكن تجيب ال HY لوحدها في طرف. فانا هنا جبت ال EX لوحدها في طرف، لقيتها فانكشن في ال HZ بس ال HY، انا مش عايز ال HY، انا عايزها تكون ال EZ وال HZ. فهروح هنا للمعادله ديت اللي هي المعادله رقم 2، تمام؟ و من المعادله رقم 2 هجيب الاي اكس. لا يعني اول حاجه انا جيت اجيب الاي اكس، لقيت الاي اكس فانكشن، جيت من المعادله رقم 4 اجيب الاي اكس لوحدها في طرف، لقيتها فانكشن في الاتش زد وفانكشن في الاتش واي، لقيتها فانكشن في الاتش زد وفانكشن في الاتش واي. فاعمل ايه؟ هاجي على المعادله رقم 2 واجيب الاي اكس لوحدها في طرف برضه. ان من هاجي المعادله رقم 2 اللي هي فروم 2، لا لا مش فروم 2، فروم 2 جاب الاتش اصلا، هو فروم 2 جاب الاتش بس بعد كده عوض في 4، يعني فروم 2 جاب الاتش. طب جاب الاتش ازاي من 2؟ جه من 2 هنا، قال لك الاتش واي ديت هي عباره عن الكلام ده كله، بس طبعا بارشل على بارشل زد في الاي اكس دي هتبقى سالب جاما في الاي اكس، فالاتش واي هتبقى عباره عن سالب جاما في الاي اكس ماينس، طبعا سالب جاما في الاي اكس ماينس الترم ده، الكلام ده كله مقسوم على سالب جي اوميجا ميو بحيث يجيب الاتش واي. طب هو هنا عمل ايه؟ هنا هيجيب الاتش واي فانكشن في الاي اكس والاي زد، فيحط الاتش واي هنا فانكشن في الاي اكس والاي زد زي ما نشوف، واصلا في اي اكس هيتجمعوا مع بعض فيبقى اي زد، فيبقى هنا في اي زد وهنا اتش زد، فتلاقي الاي اكس بقت فانكشن في الاتش زد والاتش والاي زد زي ما هو عايز. يبقى تاني ملخص الموضوع عشان لو تهت، اول حاجه هو قال لك في المساله هات لي الاي اكس،
فانت فهمت ان الاي اكس المفروض تطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد. طب تجيب الاي اكس منين؟ لو بصيت هتلاقي ان المعادله رقم 4 هي اللي ممكن تجيب منها الاي اكس لوحدها في الطرفين. او الاي اكس هي 1 على جي اوميجا ايبسلون في الترم ده، اهي 1 على جي اوميجا ايبسلون في الترم ده. طيب الاي اكس فعلا طلع فانكشن في الاتش زد، ناقص ان هي تطلع فانكشن في الاتش واي، فناقص ان هي تطلع فانكشن اقصد في الاي زد مش الاتش واي. فاعمل ايه بقى؟ هنيجي على المعادله رقم 2، هتلاقي الاتش واي لو جبتها لوحدها في طرف هتبقى فانكشن في الاي زد والاي اكس، الاي اكس تجمع مع الاي اكس يبقى الاي اكس فانكشن في الاتش زد والاي زد. فهو شال من هنا الاتش واي وحط مكانها المكيف اللي هي المعادله رقم 2، ان الاتش واي هي عباره عن الترم ده مقسوم على سالب جي اوميجا ميو، وطبعا الترم ده هيبقى سالب جاما في الاي اكس، فيبقى هنا اهو سالب جاما في الاي اكس. طبعا الكلام ده يعني المفروض في جاما وضروف الاتش واي، فراح اول حاجه قال لك الاتش واي هو عباره عن الترم ده كله مقسوم على السالب جي اوميجا ميو، هو عباره عن الترم اللي هو يحطه ده بس مقسوم على السالب جي اوميجا ميو، اللي هو الترم ده على السالب جي اوميجا ميو. فساب الجاما دي زي ما هي قسم على سالب جي اوميجا ميو وحط بقى المكافئ للاتش واي، ان هو بعد ما قسم على سالب جي اوميجا ميو هيبقى له هنا سالب جاما في الاي اكس، وهنا هيبقى هنا سالب جاما في الاي اكس، وهيبقى هنا سالب تفاضل الاي زد بالنسبه للاكس، سالب تفاضل الاي زد بالنسبه للاكس، وهنا سالب جاما في الاي اكس. طيب فهيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل ايه بعد كده؟ تعالى بقى ناخد الحته دي على جنب عشان اوريك الاختصار، عشان في الاخر يطلع الاي اكس فانكشن في الاي زد والاتش زد. تعالى خدها لك على جنب. بص كده معايا، دي اخر حاجه وصلنا لها، دي اخر حاجه وصلنا لها تمام. ف اول حاجه هو هيفك الاقواس، هو هيفك ايه؟ هيفك الاقواس بتاعته، لو مسك الواحد على الجي اوميجا ايبسلون ضربها في الترم ده اهي، ومسك واحد على الجي اوميجا ايبسلون ضربها كمان في الترم ده الكبير ده. تعالى كده نختصر عشان هو بس عمل خطوة مختصرة شوية. فيبقى اي اس اكس بيساوي واحد على جي اوميجا ايبسلون مضروب في واحد على جي اوميجا ايبسلون مضروب في تفاضل الاتش زد بالنسبة للواي تمام. طب وبعد كده الواحد على جي اوميجا ايبسلون هيتضرب في الفكة بتاع دي، فتعالى نفك دي في الاول. فدي هتديني ايه لما اجي افكها؟ هيديني واحد على دي اوميجا ايبسون، خلينا نحط على جنب كده، مضروبه في ايه؟ دي هتبقى جاما سكوير اي اس اكس على دي اوميجا ميو، على دي اوميجا ميو زائد جاما على جي اوميجا ميو في تفاضل الاي اس زد بالنسبه للاكس. يبقى اول حاجه الواحد على جي اوميجا ايبسلون مضروب في الترم ده، الترم ده انا فكيته وخليته جاما سكوير على جي اوميجا ميو في الاي اس اكس زائد الجاما على جي اوميجا ميو في تفاضل بالنسبه للاكس الاي اس زد. الكلام ده المفروض مضروب في واحد على جي اوميجا ايبسلون. طيب هعمل ايه بقى؟ انا هاخد الترم بتاع الاي اس اكس واوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، واسيب هنا الاتش زد والاي زد عشان اطلع، عايز اطلع في الاخر الاي اكس فانكشن في الاتش زد والاي زد. هقول كده لما اودي الترم ده الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى هنا جي اوميجا ايبسلون مضروب في جي اوميجا ميو، هيبقى جي سكوير اوميجا سكوير ميو ايبسلون، الجي سكوير بسالب واحد، لما تروح الناحيه الثانيه هتروح بالموجب. فعشان كده هتلاقي الناحيه الثانيه هي عباره عن اي اس اكس مجموع عليها، لان دي المفروض جي سكوير هتبقى بالسالب، فلما تروح الناحيه الثانيه هتبقى بالموجب، دي جي سكوير بالسالب لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى بالموجب. فهيبقى اي اس اكس مجموع عليها ايه؟ واحد على اوميجا سكوير ميو في الابسلون في الاي اس اكس. فلما اخد اي اس اكس عامل مشترك طبعا هنا في جاما سكوير اللي هي ده تمام، فلما ضربت ده في ده بقى لي جي سكوير اوميجا سكوير ميو ابسلون فوق في جاما سكوير،
طبعا في مطروح الناحية التانية جي سكوير تبقى سالب واحد، ومطروح الناحية التانية تبقى موجب واحد. ف لما اخد اي اس اكس عامل مشترك، لما اخد اي اس اكس عامل مشترك، فهيبقى اي اس اكس مضروب فيه واحد زائد جاما سكوير على اوميجا سكوير ميو في الابسل. فده اللي هو كان عامله هنا، ان هو اخد الكلام ده وداه الناحية التانية واخد الاي اس اكس عامل مشترك. عشان هو بس هتلاقيه مختصر شوية في الحل، تمام؟ هتلاقي فيه اختصار شوية في الحل. ده كده الملخص. طيب وبعدين ده كده اقصد الشرح بتاعه. بعدين انت هنا بقى خلاص، انت كده وديت الترم ده الناحية التانية، هيكون فيه فين؟ فناقص بقى خلاص ان بعد ما وديت الترم ده الناحية التانية وظبطته وخدت حتى الاي اس اكس عام مشترك، هيبقى لي بقى الترم ده اهو، وهيبقى لي الترم ده اللي هو واحد على جي اوميجا ابسلون مضروب في جاما على جي اوميجا ميو. فطبعا لما اضرب ده في ده هيبقى جي سكوير، ده اللي هو سالب واحد، اوميجا سكوير ميو ابسلون اهي، وفوق في جاما اهي. وهيبقى لي بقى لما اضرب الجي اوميجا ابسلون في الترم ده، هيبقى لي فوق بقى خلاص استنتجت بقى لي الترم ده، وبقى لي بعد كده تفاضل بالنسبه لاكس لاي اس زد. فكده خلاص بقت متظبطه. ناقص بقى ان انا عايز اجيب الاي اس اكس لوحدها في طرف، فاروح قاسم على الترم ده في الباست والمقام. فلما اقسم على الترم دوت هيبقى الاي اس اكس، لما اقسم على ده مفروض ان هو الترم ده هيبقى في المقام هنا وفي المقام هنا، تمام؟ هيبقى الترم ده في المقام هنا وفي المقام هنا. فاول حاجه تعالى نمشي عشان برضو اختصر، يعني الصيغه دي اتحولت للصيغه دي ازاي، ان هو عمل حركه اختصار كده سريعه، لان خلاص دي كده الاي اس اكس النهائيه الفاينل، اللي هي فانكشن في الاتش زد وفانكشن في الاي زد. طب هو ازاي حاول من دي لدي؟ يعني ازاي لما قسم على الترم ده ظهر لي كده؟ هقول لك اول حاجه هو وحد المقامات هنا. فلما وحد المقامات هنا هيوحد المقامات على اوميجا سكوير ميو ابسلون، فيقول اوميجا سكوير ميو ابسلون على الواحد هيدي له اوميجا سكوير ميو ابسلون في واحد، فيدي له اوميجا سكوير ميو ابسلون زائد اوميجا سكوير ميو ابسلون على اوميجا سكوير ميو ابسلون بواحد، فجاما سكوير هيدي له جاما سكوير. فده كده اللي بقى مضروب في الاي اس اكس. فلما يقسم عليه هتلاقي ان الترم ده هو اللي بقى موجود في الباست. لما يجي يقسم عليه هنا هتلاقي هنا ايه اللي موجود، لان هو قسم عليه عشان يخلي الاي اس اكس لوحدها. فلما يقسم عليه هتلاقي اللي موجود هنا بقى هو عباره عن ده اللي في الباست واللي في المقام اوميجا سكوير ميو ابسلون زائد جاما سكوير، تمام؟ فهتلاقي ان دلوقتي لما يقسم عليه هيدي له الايكويشن بالشكل ده بالظبط، ان الاي اس اكس بتساوي اوميجا سكوير ميو ابسلون على اوميجا سكوير ميو ابسلون زائد جاما سكوير. الكلام ده مضروب فيه بقى، مضروب فيه الترم ده. فزي ما قلت لك ده كده اللي كان موجود في الباص وده في المقام. فلما يقسم عليه عشان نجيب الاس اكس لوحدها هيبقى له ده، فده اللي هيبقى مضروب في الترم ده، ده اللي هيبقى مضروب في الترم ده. فهو اول حاجه عمل ايه؟ ساب واحد على المقام لوحده، واخد الترم ده ضربه في الترمين، يعني اخد ده ضربه في الترم ده وضربه في الترم ده وساب ده لوحده اهو، واخد الباست ده راح ضربه في الترم ده وضربه في الترم ده. طب ازاي الباست ده لما يتضرب في الترم ده يتحول لسالب جي اوميجا ميو في نفس الحاجه، والاوميجا سكوير ميو ابسلون لما تتضرب في الترم ده هتحول لسالب جاما؟ دي سهله، لما اوميجا سكوير ميو ابسلون تتضرب في سالب جاما على اوميجا سكوير ميو ابسلون هيبقى هنا سالب جاما، والترم ده ينزل زي ما هو، دي ما فيهاش مشكله. وطبعا هو واخد واحد على المقام لوحده. طب لما الترم ده اللي هو الباست يتضرب في واحد على جي اوميجا ابسلون، ازاي يتحول لسالب جي اوميجا ميو؟ لان اصلا الاوميجا سكوير ميو ابسلون انا ممكن اكتبها بالصيغه دي، جي سكوير اوميجا سكوير ميو ابسلون، بس بالسالب، لان جي سكوير دي بسالب واحد، فلما تضرب في سالب هتبقى بواحد. فلما الكلام ده يتقسم على جي اوميجا ميو فيبقى سالب جي، لما سالب جي سكوير تتقسم على سالب جي اوميجا ميو هيبقى سالب جي، الاوميجا سكوير مع الاوميجا هيبقى اوميجا، والميو ابسلون مع الابسلون هيبقى ميو. فعشان كده لقيت ان الصيغه دي اتحولت لدي، لكن لما ده اتضرب في ده على طول فده راح مع المقام وبقى سالب جي. فطبعا الموضوع ايه، مش صعب بس محتاج انك تختصر شويه. وفي الاخر فعلا قدر يطلع الاي اكس فانكشن في الاتش زد وفي الاي زد، نفس الكلام هيعمله بالظبط، بس هو بس هتلاقيه سمى الترم ده كده اتش سكوير، سمى الترم ده كده اتش سكوير، وبقى سالب واحد على وخد السالب عامل مشترك، بحيث يبقى ده موجب وده موجب، وهيبقى سالب واحد على اتش سكوير في الكلام ده.
بعد كده اي اس اكس الفاينل، الاي واي هيعمل نفس الميثود عشان يطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد، والاتش اكس هيعمل نفس الميثود عشان يطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد، والاتش واي هيعمل نفس الميثود عشان يطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد. هو دلوقتي هيعمل نفس الميثود، فعشان كده الست معادلات دول ثابتين. يعني انك تفك ال 2 ماكسوال ايكويشن، تطلع الست معادلات، بعد كده تشيل كل بارشل على بارشل زد وتحط مكانها سالب جاما، ده كده ثابت. وبعد كده بقى وريت لك دلوقتي ان انت عايز تطلع الاي واي، هتجيبها من هنا، بعد كده هتلاقي فانكشن في الاتش الاتش اكس، وتروح جايب الاتش اكس من المعادله رقم 2، عايز تطلع اقصد الاي اكس هتجيبها من هنا، بعد كده عايز تطلع الاتش واي وتروح جايبها من الايكويشن رقم 2، بحيث في الاخر تطلع الاي اكس فانكشن في الاي زد والاتش زد. نفس الكلام هتعمله عشان تطلع الاي واي والاتش اكس والاتش واي، كل واحده فيهم فانكشن في الاي زد والاتش زد. هتلاقي فيه شويه ستيبس في الاول، بعد كده الخطوات بتختلف في الاخر. بس السؤال ده مهم جدا، يعني بص يعني هتلاقي في اي امتحان بيجي كتير جدا في الامتحانات كلها. يعني بص كده، يعني مثلا هنا ده كان امتحان اهو، هتلاقي ان هو طبعا ده دي مساله اهي، غير المساله البارت الاولاني من السؤال الريكتانجلر اللي هو 15 درجه، هتلاقيه بيقول لك ايه في البارت الاولاني، وده كان امتحان هتلاقيه قريب مثلا ده امتحان 2020، هتلاقي البارت الاولاني بيقول لك ريكتانجل ويف جايد اوبريتنج ادل. بس في حاجه نسيت اقولها لكم، احنا كده هنبقى طلعنا ايه، احنا كده طلعنا الاي اكس والاي واي والاتش اكس والاتش واي فانكشن في الاتش زد والاي زد، فانكشن في الاتش زد والاي زد. طيب افرض انا بقى شغال تي ام مود او تي ام مود، ايه اللي هيختلف؟ هقول لك ماشي، الموضوع بسيط جدا، مش انت شغال مثلا تي اي مود، فطالما شغال تي اي مود فالاتش فالاي بزيرو، فهتلاقي الترم ده اختفى وبقى لك الترم ده بس. طب لو انا شغال تي ام مود، لو شغال تي ام مود فالاتش زد بزيرو، فده هيختفي ويبقى لك ده بس. فلو قال لك هات الاي اكس او الاتش اكس او الاي واي او الاتش واي في التي ام او التي اي، بعد ما هتطلع البروف الاخير هتشوف انت شغال تي ولا تي ام، وتبدا تصفر واحد من الاي زد او الاتش زد بحيث ترم من الترمين هيتصفر. عشان كده هتلاقيه في الاخر لما مثلا جه يطبق الفاوندري عشان يجيب الاي زد، لما جه يتكلم بقى عن بقيه الكومبوننت هو اتكلم عنها خلاص، قال لك اهي. هو هنا بيعمل ايه؟ يعني تعالى هناخدها كده سكرين شوت، هو مجرد بيصفر الترم الثاني اللي هو شغال، مثلا هنا كان شغال تي ام، هنا كان شغال تي ام، فلو جيت تبص على الايكويشنز الاصليه هتلاقي بس صفر الاتش زد اللي هو الترم بتاع الاتش زد، بص هتلاقي كل الترمات طلع اي زد بس، مع يعني ان كان كل واحد فيهم طلع فانكشن في تو ترمز، ففين الترم الثاني بتاع الاتش زد اتصفر ان هو شغال تي ام مود. فبعد ما طلع الاي اكس بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، او الاي واي او الاتش واي او الاتش اكس، كل اللي هيعمله بس هيقول لك بما اني شغال تي ام مود هصفر الترم بتاع الاتش زد، وهيبقى لي بس الترم بتاع الاي زد مش اكتر. وهنا نفس الكلام، هتلاقيه بعد ما تخلص التي اي مود، في التي اي مود بس هو هنا ما وريهالكش، يعني في التي اي مود انت هتعمل ايه في الاخر لو عايز تجيب بقيه التيرمز؟ هتروح مصفر الترم بتاع الاي، وهتلاقي ان الايهات طلع لك فانكشن في الاتش زد. فهنا مثلا في السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك a rectangular wave guide operating at the TE mode، شغال في TE mode، use maxwell equation to drive expression for the HX و in terms of the HZ. فهو هنا طلب منك ترم واحد بس اللي هو ال HX. هتقول لي بس ال HX انا لما هثبته هيطلع لي ال HX function في ال EZ وال HZ. بس انت شغال TE mode فال EZ بزيرو، فانت هتلاقي في الاخر ال HX طلع function في ال HZ بس. فانت هتشتغل البروف، هتطلع الست معادلات وتفك التو ماكسويل ايكويشن، عشان كده بيقول لك يوزنج ماكسويل ايكويشن، هتفك التو ماكسويل ايكويشن وتطلع الست معادلات بتوعك، وبعد ما تطلع الست معادلات بتوعك هتعمل ايه؟ بعد ما تطلع الست معادلات بتوعك هتروح حللهم وطلع مطلع الاتش اكس زي ما وريت لك ازاي ممكن تطلع اي ترم منهم. بعد ما تطلع الاتش اكس هيطلع لك الاتش اكس فانكشن في الاي زد والاتش زد، هتقول له بما اني شغال تي مود الاي زد بزيرو، هتلاقي الاتش اكس في الاخر طلع لك فانكشن في الاتش زد بس، هتلاقي الاتش اكس في الاخر طلع لك فانكشن في مين؟ في الاتش زد بس. تمام، فده كده مثلا بروف. هتلاقي بروف تاني، ده امتحان مثلا برضو كان بيقول لك يوزنج ماكسويل ايكويشن عشان درايف اكسبريشن للاي اكس والاي واي ان تيرمز اوف الاي زد والاتش زد. فهنا طالب منك تو كومبوننت وما قالكش تي ولا تي ام، فكل واحده فيهم هتطلع فانكشن في الاي زد والاتش زد، عشان كده بقول لك يعني هي بروف مهم جدا. هنا كان جاب بروف هو مسالتين. عندك هنا مثلا اهو
برضو ده امتحان تاني، طبعا كان 18 19 اهو. يقول لك ايه؟ بيقول لك ريكتانجل ويف جايد شغال في التي ام مود، بيقول لك يوزنج ماكسويل ايكويشن عشان درايف اكسبريشن للاي اكس فانكشن في الاي زد. هتقولي بس الاي اكس احنا لسه عاملينها حالا مع بعض، كانت طالعه فانكشن في الاي زد والاتش زد، ما هو ده تي ام، فالاتش زد بزيرو، فتلاقي ان الاي اكس بعد ما طلعناها هتصفر الاتش زد، هتطلع فانكشن في الاي زد بس، هتطلع لك فانكشن في مين؟ في الاي زد بس. فده كده اول جزء من مسألة الريكتانجل ويف جايد تيجي في الامتحان، هو جزء البروف. هو جزء ايه؟ جزء البروف. المسائل بقى بتاعت الريكتانجل ويف جايد احنا هنخش فيها دلوقتي، هنبدأ فيها. الفيديو ده مش هنخلصها كلها، هنخلص جزء منها وهنعمل فيديو تاني نكمل المسائل فيه. بس المسائل بتاعت الويف جايد سهلة جدا جدا ومباشرة لأقصى حد. المسائل بتاعت الويف جايد مش صعبة خالص يعني. طيب تعالى كده نبدأ بالمسائل. طيب أول حاجة هنقول حاجة، بص كده لو جينا نشوف equation ال E وال ال E زد وال H زد اللي احنا أثبتناهم مثلا في حالة ال T M mode مثلا، ده دي كده ال E زد في حالة ال T M مثلا، ان طبعا في ال T M بيبقى ال H زد بزيرو. فانت هنا شغال T M mode تمام، ال M وال N ممكن ياخدوا اي values، بس زي ما قلت لك ال M وال N ما ينفعش يبداوا من اول زيرو، لازم ال M وال N يبداوا من اول واحد. اللي عايزك تبقى عارفه ان ممكن كذا مود، كذا مود يمشي جوه الويف جايد. يعني ايه كذا مود؟ كذا تي ام مود يمشي جوه الويف جايد، بمعنى ممكن لو الام بواحد والان بواحد مثلا، هتلاقي الالكتريك فيلد ليه شكل معين، هيبقى ساين باي على ايه في الاكس، وهنا ساين باي على بي في الواي، وده هتلاقي ان شكل الويف ده ممكن يمشي عادي في الويف جايد. طب لو الام بواحد والان باتنين، هتلاقي ان شكل الويف اختلف وبرده ممكن يمشي في الويف جايد. هتقولي طب هو اي قيمه للام تنفع واي قيمه للان تنفع ويبقى كل الويفز دي بتمشي جوه الويف جايد؟ هقول لك لا. اولا لو انا قلت لك ان الام بواحد والان بواحد، المود ده بنسميه تي ام 1 1، ان الام بواحد والان بواحد. انا اقول لك ان الام بواحد والان باتنين، ده كده اسمه مود تي ام 1 2. فهتلاقي ناس بقول لك والله هو المود تي ام 1 1 ده ينفع يمشي جوه الويف جايد، وده ينفع برضه يمشي عادي جوه الويف جايد، لكن مثلا تي و تي ام 2 1 ينفع ان الام تكون ب 2 والان هي ب 1، لكن مثلا في مود اللي هو تي ام 3 3 ده ما ينفعش يمشي جوه الويب جايد. طب ده بيبقى ديبند على ايه؟ يعني ديبند على ايه؟ اقول لك مثلا المود دي تنفع ان هي تمشي جوه الويب جايد، وفي مود معين مثلا ما ينفعش. هقول لك كل مود منهم بيبقى ليه حاجه اسمها كات اوف فريكونسي. كل مود من المودز دي، من المودز بتاعت التي ام، لو انا مثلا شغال تي ام، كل مود من المودز دي بيبقى ليه حاجه اسمها كات اوف فريكونسي. تمام، دي حاجه اسمها كات اوف فريكونسي. ايه بقى حوار الكات اوف فريكونسي ده؟ ايه الايكويشن بتاعته؟ بص كده، دي كده ايكويشن الكات اوف فريكونسي. دي الكات اوف فريكونسي، هو 1 على 2 باي جذر ام، الام ده اللي هو الكونستانت على حسب المود. طبعا لو مثلا لو انا عايز احسب الكات اوف فريكونسي للمود ده، وكل مود منهم ليه كات اوف فريكونسي، لو احسب الكات اوف فريكونسي للمود ده هيبقى اعوض عن الام بواحد والان بواحد. طب مين الاي والبي؟ ده كده الطول والعرض بتوع الويف جايد، ودي الميو والابسلون. لو انت عايز تختصر شويه من الايكويشن دي، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اطلع الميو ابسلون بره، وده شكل افضل، يبقى 1 على 2 باي جذر ميو ابسلون، ويبقى عندي هنا جذر ام باي على اي سكوير زائد ان باي على بي سكوير. وخلي بالك 1 على جذر ميو ابسلون ده كان اللي هو الفي، اللي كانت اصلا سي على جذر ميو ار في الابسلون ار، وسي ديت اللي هي 3 في 10 اس 8. عايز تختصر في الشكل افضل، طلع دي باي سكوير ودي باي سكوير، لو مجموعين على بعض فممكن ياخدوا معاهم مشترك باي سكوير ويطلعوا بره الجذر باي، هتلاقي الباي دي راحت مع الباي دي، وده افضل شكل ممكن تعوض فيه. انا اطير الباي من هنا واطير الباي من هنا واطير الباي من هنا.
فيبقى الكات اوف فريكونسي هو سي على 2 في جذر ميو ار ابسلون ار. ولو قال لك ان الداي الكتريك اللي جوه عباره عن اير، او قال لك اير فيلد ريكتانجل ويف جايد، فيبقى الميو ار والابسلون ار بواحد، فيبقى سي على 2. وده جذر الام، وده كده الاي، وده كده الان. وده كده البي. تمام. وده كده الان، وده كده البي. تمام. فالام طبعا والان على حسب المود، على حسب انا بحسب الكوت اوف فريكوانسي لاني مود من المود ديت، هنشوف الام والان هنقعد بيهم بايه. والاي والبي طبعا اللي هم الطول والعرض بتوع الويف جايد. وريت لك احنا اختصرنا الكوت اوف فريكوانسي بالشكل ده ازاي. فبالتالي كل مود منهم ليه كوت اوف فريكوانسي. هو هيبقى قايل لك في المساله من البدايه ايه هو الاوبريتنج فريكوانسي بتاع الويف اللي ماشيه. فيقول لك مثلا والله الاوبريتنج فريكوانسي بتاع الويف اللي ماشيه هي 10 جيجا. فاصلا الويف جايد بيأكت كانه هاي باس فلتر. يعني ايه هاي باس فلتر؟ يعني بيعدي كل الترددات اللي اعلى من الكات اوف فريكوانسي بتاعه، بيعدي كل الترددات اللي اعلى من الكات اوف فريكوانسي بتاعه. فبالتالي ده 10 جيجا. فبالتالي الفريكوانسي ده طالما هو اعلى من الكات اوف فريكوانسي بتاع المود ده، يبقى المود ده ينفع يمشي جوه الويف جايد. والشكل بتاع ان يبقى الالكتريك فيلد، ان الالكتريك فيلد يكون بالشكل ده، والام بواحد والان بواحد، الالكتريك فيلد ده بيمشي جوه الويف جايد، والالكتريك فيلد ده بيمشي وده بيمشي. كل المودز دي بتمشي جوه الويف جايد طالما الاوبريتنج فريكوانسي بتاع الويف اللي ماشيه هو اعلى من الكات اوف فريكوانسي بتاعه. هو اصلا بيأكت انه هاي باس فلتر. فطالما هو الاوبريتنج فريكوانسي اعلى من الكات اوف فريكوانسي بتاع المودز دي، يبقى المودز دي كلها ينفع تمشي جوه الويف جايد. تمام. فبالتالي الويف جايد الواحد لو مثلا شغال عند التي ام مود، مش مود واحد بس اللي بيمشي فيه، اللي هو التي ام 11 اللي يبقى الام بواحد والان بواحد. طبعا لان الام والان لما بيختلفوا شكل الالكتريك فيلد بيختلف. فمش المود ده بس اللي بيمشي، ولا المود ان يبقى ده بواحد وده اتنين بس هو اللي بيمشي، لا انت بتلاقي كذا مود ماشي في نفس الوقت. عشان كده كمان شويه هنتكلم عن حاجه اسمها الجروف فيلوسيتي. ليه بيسموه جروف فيلوسيتي؟ لان ما بيبقاش ماشي ويف واحده، هو بيبقى ماشي جروب من الويفز. انت الاوبريتنج فريكوانسي بتاعك 10 جيجا، فما فيش الكتريك فيلد واحد بس هو اللي ماشي. هو ان بروباجيشن في الزد انا معاك زي ما شفنا اي زد واتش زد، لكن ما بيبقاش فيه ويف واحده بس او الكتريك فيلد واحد بس هو اللي ماشي. ده كل الالكتريك فيلدز بتاعت كل المودز الاعلى اللي الاوبريتنج فريكوينسي ده اعلى منها كلها بتتحرك في الويف جايد. عشان كده هناخد كونسبت كمان شويه اسمه الجروب فيلوسيتي. فبالتالي لو جه مثلا في مساله، والكلام ده هنشوفه واحنا بنحل في الفيديو اللي جاي، احنا في الفيديو ده هنحل كام مساله، بس الفيديو الجاي هنحل مساله اكتر. لو جه قال لك مثلا قول لي ايه المودز اللي ينفع ان هي تمشي جوه الويف جايد ده، او اللي بتمشي جوه الويف جايد ده، فانت هيبقى معاك الاوبريتنج. تمام. وتعرف تحسب الكات اوف فريكوانسي بتاع كل المودز، ويبدا يشوف الاوبريتنج هو اعلى من اني مود، ويبقى المود الاوبريتنج فريكوانسي اعلى منه يقدر يتحرك فيه. تمام. يقدر ان هو يتحرك جوه الويف جايد. خلي بالك ان الويف جايد الواحده ممكن يمشي فيها تي ام وتي اي في نفس الوقت، يعني مش شرط يكون هي بيمشي فيها تي ام بس او تي اي، لا ممكن عادي يمشي جواها تي اي وتي ام في نفس الوقت. بس التي ام الام والان بتوعه ينفعوا يبداوا، ما ينفعش يبداوا من صفار، لكن التي اي ينفع واحد منهم يبدا من صفر، ينفع يبقى في تي اي 1 0، ينفع يبقى في تي اي 0 1، يبقى الام 0 والان ب 1، او الان ب 1 والان ب 0، او تي اي مثلا 0 2، او تي اي 2 0، او 2 1، او 1 2. بس ينفع في التي اي مود يبقى الام والان واحد فيهم بصفر. ينفع في التي اي مود يبقى الام والان واحد فيهم بصفر. تمام. ينفع، لكن في التي ام مود ما ينفعش. في التي ام مود ما ينفعش يكون فيهم واحد بصفر، لكن في التي ممكن واحد، ما ينفعش اثنين بصفر في التي، لكن ينفع يكون واحد فيهم بصفر. كلام جميل. تمام.
ده كده اول حاجه، ده كده اول قانون خدناه اللي هو قانون الكات اوف فريكوانسي. ممكن هو في المساله يعني، ممكن في المساله كده يجي يقول لك انت الويف جايد بتاعك شغال على المود الفلاني مثلا تي اي 2 1، ويقول لك احسب لي الكات اوف فريكوانسي، ويبقى انت معاك الاي والبي اللي هم طول العرض بتوع الويف جايد. فهتعمل ايه ساعتها؟ هتروح معوض في الايكويشن دي. طبعا هو هيقول لك اير فيلد مثلا، فيبقى ده واحد واحد، او هو اللي هيقول لك الداي الكتريك اللي جوه الميو ار والابسون ار بتوعه بكام، وانت معاك الام والان بتوعك ومعاك الاي والبي، تعوض وتحسب الكات اوف فريكونسي بتاع التي اي 2 1، ويبقى هو طالبه منك في المسأله. ممكن تيجي بالشكل ده. فده كده اول قانون معانا اللي هو ايه، قانون الكات اوف فريكونسي. طيب هو جاب قانون اصلا الكات اوف فريكونسي ده منين؟ حسبه منين؟ في الاول فاكر الترم اتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو الاتش سكوير اللي احنا قلنا هيبقى الجاما سكوير زائد الكي سكوير من شويه، اللي هو كان عباره عن الام باي على اي سكوير زائد الان باي على بي سكوير. ده كده الترم اسمه الاتش سكوير، تمام؟ يعني من شويه كده لو تفتكر، احنا عملنا الريبليسمنت لما جينا نحسب الايهات، عملنا ريبليسمنت للاوميجا سكوير ميو ابسلون زائد الجاما سكوير بترم اسمه الاتش سكوير، بحيث ان الاوميجا سكوير ميو ابسلون دي اسمها الكي سكوير اصلا. مين الكي سكوير؟ اللي هي الكي اكس سكوير زائد الكي واي سكوير، والكي اكس لوحدها كانت الام باي على الاي، ومن شويه اثبتنا ان الكي واي هي الان باي على البي. فيبقى الترم ده الجاما سكوير اهي، الترم ده هو الكي اكس الكي سكوير اللي هو اصلا ان باي على ايه، ام باي على ايه سكوير زائد ان باي على بي سكوير، وده اللي هو الاتش سكوير، تمام؟ فهو جه منين اصلا قانون الكات اوف فريكونسي؟ بص كده، اول حاجه الاتش سكوير زي ما قلنا هي الكي سكوير زائد الجاما سكوير. الكي سكوير لوحدها، عشان هو بس دي لخبطه، الكي سكوير لوحدها هي الترم ده، تمام؟ فبالتالي الجاما سكوير لو انا عايز اجيبها هعمل ايه؟ لو انا عايز اجيب الجاما سكوير، هنا بيقول ان الاتش سكوير، لا الاتش سكوير هي الجاما سكوير زائد الكي اكس سكوير زائد الكي سكوير اقصد، تمام؟ يبقى الاتش سكوير هي اللي بتساوي الكلام ده. يعني هنا الاتش سكوير اللي هي بتساوي الجاما سكوير زائد الاوميجا سكوير ميو ابسلون، يعني الاتش سكوير بتساوي الجاما سكوير زائد اوميجا سكوير ميو ابسلون اللي هو الترم ده، هي في نفس الوقت بتساوي الكي اكس سكوير زائد الكي واي سكوير. فالكي اكس سكوير زائد الكي واي سكوير اللي هي الترم ده، الكي اكس اللي كانت ام باي على اي، والكي واي اللي كانت ان باي على بي. فبالتالي انا لو عايز اجيب الجاما لوحدها في طرف هعمل ايه؟ هقول الترم ده ماينس الكي سكوير، والكي احنا لسه كنا شايفينها من شويه ان هي اوميجا سكوير ميو ابسلون، بس دي اللي كانت لخبطه، ان مش الكي سكوير هي اللي بالترم ده، ده الكي سكوير لما يضاف عليها الجاما سكوير اللي هي الاتش سكوير هي اللي بالترم الكي اكس سكوير زائد الكي واي سكوير. فالكي اكس احنا عارفين هي بايه، والكي واي احنا عارفين هي بايه. فبالتالي انا عايز اجيب الجاما لوحدها في طرف اللي هي البروباجيشن كونستانت، فاقول الترم ده ماينس الكي سكوير، والكي سكوير اللي احنا شفنا من شويه ان هي اوميجا سكوير ميو ابسلون. فدي كده هتبقى الجاما. فالكيس الاولانيه ان الترم ده يكون بيساوي الاوميجا سكوير ميو ابسلون، وساعتها مش هيبقى فيه بروباجيشن لان الجاما هتبقى بزيرو، فمش هيبقى فيه بروباجيشن، هي اصلا اسمها البروباجيشن كونستانت. فلو كان الترم ده بيساوي الاوميجا سكوير ميو ابسلون مش هيبقى فيه بروباجيشن، وساعتها ممكن نقول ان ده كده الكات اوف، ان انا كان الاوبريتنج بتاعي، ما الاوميجا دي اللي هي الاوبريتنج فريكوانسي بتاعي، كان الاوبريتنج فريكوانسي بتاعي بيساوي الكات اوف بالظبط مش اعلى منه، فبالتالي مفيش بروباجيشن. عشان كده البروباجيشن كونستانت لو بزيرو، يعني الترم ده بيساوي الترم ده، فلو البروباجيشن كونستانت بزيرو ساعتها ممكن اسمي الاوميجا ديت اوميجا كات اوف، وهي دي بقى اللي منها جبت القانون بتاعها، ان انا قلت الاوميجا كات اوف هي الكلام ده على الميو ابسلون، بعد كده خدت له الروت، بعد كده قسمت على واحد على اتنين باي، فطلع لي القانون بتاع الاف كات اوف. فقانون الاف كات اوف جالي ان ده بيساوي ده، وان الجاما بزيرو، وان مفيش بروباجيشن.
فده كده الاف ايه، الاف كات اوف. طب بعد كده لو بقى الترم ده هو الاكبر من الاوميجا سكوير ميو ابسلون، هتبقى الجمله ليها فاليو. لو كانت الاف، لو كان العكس، لو كان الترم ده اكبر، لو الترم ده كان اكبر من الترم ده، الترم ده اكبر هي اصلا من الترم ده، ما الترم دوت احنا قلنا لو اتساوى بده هيبقى ده اسمه اوميجا كات اوف، فلو ده اتساوى مع ده ساعتها بنسميه اوميجا كات اوف. فان انا اقول لك ان ده اكبر من ده معناها ان الاوميجا كات اوف، ما دي الاوميجا كات اوف زي ما قلت لكم تاني، ديت لما نسويناها بدي سمينا ساعتها الكلام ده اوميجا سكوير كات اوف. فلما اجي اقول لك ده اكبر من ده معناه ان الاوميجا كات اوف اكبر من الاوميجا العاديه اللي هي الاوبريتنج، اللي الاوميجا كات اوف سكوير ميو ابسلون اكبر من الاوميجا العاديه، فيبقى الاف كات اوف اكبر. فساعتها مش هيبقى فيه بروباجيشن لان هو هاي باس فلتر، ما ينفعش يبقى الكات اوف الاف الاوبريتنج اقل من الكات اوف. فبالتالي لما الجاما يبقى ليها فاليو، لما يبقى الكلام ده ليه فاليو، لما يبقى الجاما بوزيتيف فاليو ساعتها مش هتلاقي مفيش بروباجيشن. ليه مفيش بروباجيشن؟ انك هتلاقي ان الكات اوف اعلى من الاف العادي. يبقى تاني احنا عملنا ايه من البدايه؟ قلنا الاتش سكوير ده كده بروف، يعني مش مهم قوي انك تفهم، مهم القانون الاخير بس برضه يعني تبقى فاهم امتى بيبقى فيه بروباجيشن امتى لا. احنا قلنا الاتش سكوير احنا كنا طالعينها من فوق كانت جاما سكوير زائد كي سكوير، وكي سكوير دي كانت اوميجا سكوير ميو. الكلام ده برضه بيساوي الترم، فمنه طلعت الجاما هيبقى الترم ده ماينس الاوميجا سكوير ميو. قلت اول حاجه لو ده سوا ده ساعتها هيبقى الجاما بزيرو، مش هيبقى فيه بروباجيشن، وهيبقى انا كده يعني ايه الجاما بزيرو؟ يعني انا عندي الكات اوف. فالترم ده اصلا ممكن نسميه هو اوميجا سكوير كات اوف ميو ابسلون. ساعتها يبقى الام الاوميجا بتساوي الاوميجا كات اوف مش اعلى منها، فما فيش بروباجيشن. طب لو الترم ده اكبر، ما الترم ده احنا قلنا خلاص هيبقى هو الاوميجا سكوير ميو ابسلون كات اوف. لو اكبر من الاوميجا سكوير ميو ابسلون العاديه معناه ان الاوميجا كات اوف اكبر من الاوميجا العاديه، معناه ان الاف كات اوف اعلى من الاف العاديه، معناه ان الاف الاوبريتنج اقل من الكات اوف، فمش هيبقى فيه بروباجيشن. فلو الترم ده اكبر وبالتالي كان في تحت الجذر قيمه موجبه والجاما كانت طالعه قيمه موجبه، ده هيخلي مفيش بروباجيشن. طب امتى يبقى فيه بروباجيشن؟ لو الترم ده اقل من اوميجا سكوير ميو ابسلون، بحيث يبقى الاف كات اوف اقل من الاف، ساعتها طبعا هيبقى فيه تحت الجذر قيمه سالبه، فتلاقي ان الجامعه طالعه كايماجنري، بس ساعتها هيبقى فيه بروباجيشن. فساعتها انا اصلا ممكن اشيل الترم ده واحط اوميجا سكوير كات اوف ميو ابسلون، فطبعا هيطلع بالسالب لان ده انا بقول لك ان شغال ان ده اقل من ده، عشان كده انا عكستهم جبت ده مكان ده، يعني كاني خدت سالب عام مشترك والسالب واحد اللي خدته عام مشترك ده كانه بقى جي سكوير وطلع بره الجي. ان انا خدت من هنا سالب عام مشترك دي كانت اوميجا سكوير كات اوف ميو ابسلون، خدت سالب عام مشترك بحيث ده يبقى ده هو اللي ماينس الاوميجا سكوير كات اوف ميو ابسلون، والسالب ده هو جي سكوير هيطلع بره بجي، فيبقى هنا اوميجا كات اوف سكوير ميو ابسلون ماينس اوميجا سكوير ميو ابسلون اندر روت وفي جي بره. فطبعا لو انا خدت اوميجا عامل مشترك ميو ابسلون، لو انا خدت اوميجا سكوير ميو ابسلون عامل مشترك بره هيطلع اوميجا جذر ميو ابسلون، وهنا هيبقى واحد ماينس اوميجا كات اوف على اوميجا لما اقسم ده على ده هيبقى اوميجا كات اوف على اوميجا اللي هي اف كات اوف على اف، لان دي هتبقى 2 باي هتروح على 2 باي، فده هيبقى قانون الجاما. فطبعا هتبقى الالفا بزيرو لكن البيتا اللي هي الفيز شيفت هيبقى ده القانون بتاعها. فده قانون برضو يعتبر تاني قانون عندنا، لو انت بقى عايز تعرف القانون اللي هنحل بيه المسائل فده كده تاني قانون عندنا اللي هو ايه؟ اللي هو قانون البيتا. لو قال لك احسب لي الفيز شيفت كونستانت، فالفيز شيفت كونستانت هيبقى عباره عن ايه؟ الفيز شيفت كونستانت هيبقى عباره عن اوميجا جذر ميو ابسلون في جذر واحد ماينس الاف كات اوف على الاف سكوير، اوميجا جذر ميو ابسلون في جذر واحد ماينس الاف كات اوف على الاف ايه سكوير. فده كده قانون البيتا. احنا كده جبنا قانون الاف كات اوف، جبنا قانون البيتا. بعد كده بقى ممكن يطلب منك الفيز فيلوسيتي. الفيز فيلوسيتي هي الاوميجا على البيتا، يعني البيتا اللي احنا طالعينها دي قول اوميجا عليها، فطبعا اوميجا على البيتا الاوميجا هتروح مع الاوميجا، هيبقى لك واحد على الترم ده. واصلا واحد على جذر ميو ابسلون احنا عارفين ان هي الفيلوسيتي، بس الفيلوسيتي العاديه مش الفيز، اللي انا ممكن اخليها سي على جذر ميو ار ابسلون ار. فده كده قانون الفيز فيلوسيتي. الفيز فيلوسيتي هي نفس البيتا، عشان كده القوانين سهله. شفنا قانون الكات اوف فريكوانسي تمام، وادي قانون البيتا.
وقانون الفيز فيلوسيتي هو عبارة عن ايه؟ هو اوميجا على بيتا، فيبقى واحد على الكلام ده، فيبقى واحد على جذر ميو ابسلون في الكلام ده. ده قانون الفيز فيلوسيتي. بعد كده قانون الويف لينث هو الفيز فيلوسيتي على اف، او 2 باي على بيتا، بس طبعا هنا مش اي بيتا، هنا البيتا ده. فهنا القانون الويف لينث بتاع الويف جايد هو الفيز فيلوسيتي على الاف. ممكن نجيبه ازاي؟ ناخد قانون الفيز فيلوسيتي ده ونروح قاسمينه على، يعني فين قانون الفيز فيلوسيتي اصلا؟ هو واحد على جذر ميو ابسلون جذر واحد ماينس اف سي على اف سكوير. لا مش ما ناخدش قانون الفيز فيلوسيتي، ناخد البيتا نفسها، مش هو نفس الكلام 2 باي على بيتا، ناخد البيتا ديت نحطها في المقام ونحط في الباست 2 باي. وهنا بس عمل ايه؟ يعني قال لك والله هي اوميجا على 2 باي، احنا ممكن نحط مكانها اف، وواحد على جذر ميو ابسلون نحط مكانها في، وتبقى الفي على الاف هي اللاندا العاديه مش اللاندا ويف جايد. يعني شويه اختصار، ان هو هنا مثلا اول حاجه قال لك اللاندا بتاعت الجايد هي 2 باي على البيتا بتاعت الجايد، فقال لك 2 باي على البيتا بتاعت الجايد. بعد كده قال لك الاوميجا على 2 باي دي بالاف، واحد على جذر ميو ابسلون بالفي العاديه مش الفي الفيز، لان الفي الفيز مختلف عن الفي العاديه. ايوه، طب الفي العاديه على الاف يديك اللاندا العاديه مش اللاندا جايد. ده اختصار للكون. في حاجه اسمها الجروف فيلوستي، الجروف فيلوستي مضروب في الفيز فيلوستي بيديك السي سكوير. لو انت عايز تجيب الجروف فيلوستي هي عباره عن السي سكوير على الفيز فيلوستي، هي السي سكوير على الفيز فيلوستي، تمام؟ فانت اصلا لو بصيت على الفيز فيلوستي، تمام، هتلاقيها عباره عن ايه؟ كانها سي على جذر ميو ار ابسلون ار، دي سي على جذر ميو ابسلون ار، ميو ار ابسلون ار في الجذر ده. هو هنا يعتبر ان هو فري سبيس، فيعتبر ان الجذر ده مش موجود، عشان كده قال لك ان انت لو قسمت السي سكوير على الفيس بلوس هيبقى لك سي في الكلام ده. بس طبعا ده باعتبار ان ايه، ان الاير هو الميديم اللي جوه الويف جايد، وده مش شرط. فانت بس اعرف القانون ده الاهم، ده اللي اتعوض فيه، ان الفيس بلوس في الجروف بلوس بيساوي سي سكوير، وده قانون الفيس بلوس يعني. تمام. بعد كده عندك الانترنسيك امبيدنس. في بقى عندك انترنسيك امبيدنس للتي ام مود مختلف عن الانترنسيك امبيدنس بتاعت التي اي مود. الايتا تي ام غير الايتا تي. الايتا تي ام عشان تجيبها انت بتقسم الاي اس اكس على الاتش اس واي. روح كده الايكويشن الاي اكس والاتش واي اللي انت كنت مطلع كل واحده فيهم فانكشن في الاي زد والاتش زد، لو قسمتهم على بعض هيطلع لك سالب جاما على جي اوميجا. لو فكيت الجمل اللي الفكه اللي احنا كنا قايلينها وقسمت على جي اوميجا ابسلون، هتلاقي ان قانون الايتا بتاعت التي ام هو جذر ميو على ابسلون في جذر واحد ماينس اف كات اوف على اف كل سكوير. هتلاقي الترم ده بيتكرر كتير، اللي هو واحد ماينس اف كات اوف على اف كل سكوير، وطبعا الاف اعلى من الاف كات اوف، فبتلاقي اف كات اوف على اف دي ترم اقل من الواحد، عشان كده بيبقى واحد ناقص ترم اقل من الواحد، يعني حتى الترم ده هيتربع لسه، الاف كات اوف اقل من الاف، فبالتالي الترم ده بيبقى اقل من الواحد ولسه هيتربع، وبعد كده تقول واحد ناقص. فالايتا تي ام هي جذر ميو على ابسلون في جذر واحد ماينس اف سي على اف سكوير. الايتا تي اي بقى بتلاقي نفس الترم ده اللي هو جذر ميو على ابسلون بس مقسوم على جذر واحد ماينس اف سي على اف سكوير، بتلاقي الايتا تي ام عباره عن جذر ميو على ابسلون مضروبه في جذر واحد ماينس اف سي على اف سكوير. لكن الايتا تي اي بتبقى عباره عن جذر ميو على ابسلون مقسوم على جذر واحد ماينس اف سي على اف سكوير، تمام؟ فدي كده برضو مهمه جدا، قلت لك كتير حاجه اسمها الايتا تي ام وحاجه اسمها الايتا تي. اخر حاجه، حاجه اسمها الدوميننت مود. ايه الدوميننت مود؟ ايه هو يعني؟ زي ما قلت لك ممكن يمشي جواك تي اي وتي ام عادي. فلو انا مثلا بتكلم ان انت ما جابلكش سيره، فانت ممكن يمشي جواك تي اي او تي ام. قال لك انت شغال حتى تي اي، ممكن تبقى تي اي 011011. فيعني ايه الدوميننت مود؟ هو المود اللي يدي لك اقل كات اوف فريكونسي، فطبعا اكيد هيبقى تي اي 01 او 10، بحيث لما اجي اعوض في قانون الكات اوف. هو اصلا قانون الكات اوف كان ايه؟ ده كان قانون الكات اوف. فلما يبقى الترم ده بزيرو او الترم ده بزيرو، ده اكيد هيديني اقل كات اوف، هيبقى هو ده الدوميننت مود. الدوميننت مود اللي هو مثلا تي اي 01 او تي اي 10، فبالتالي واحد من الاثنين دول هيبقى الدوميننت. لو هو ما جابلكش سيره فيبقى يعني ممكن يبقى شغال جواك تي اي وتي ام، فيبقى الدوميننت هو تي اي 01 او تي اي 10.
لو قال لك انت شغال تي اي نفس الكلام، هيبقى الدومينانت تي اي 01 او 10، هنشوف دلوقتي هيبقى مين فيهم. لو قال لك انت شغال تي ام هتلاقي ان الدومينانت اكيد اللي هو ال 11، تمام. لكن لو ما جابلكش السيرة، وده اللي عادة بيحصل لو طلب منك الدومينانت، فيبقى انت هيبقى يا اما هيبقى تي اي 01 او ال 10. طب مين فيهم بقى؟ هقول لك على حسب والله. يعني انت مثلا لو الاي ديت اكبر، لو الاي دي كبيرة، فلو الاي دي كبيرة وهي في المقام وهنا البي دي اصغر، فبالتالي الكبيرة ديت انا لو خليت الترم بتاعها بواحد وخليت الصغيرة دي الترم بتاعها بزيرو، انا كده صغرت. يعني هتلاقي ان البي ديت لو كبيرة فبالتالي انت تقسم على رقم كبير فيدي لك رقم صغير، فدي انت عايز تسيبها بواحد عادي، ودي عشان صغيرة فانت لو قسمت عليها يديك رقم كبير، فدي اللي انت هتبقى عايز تصفرها فتحطها بزيرو. فطبعا ممكن تحسبها عادي، يعني تحسب الكات اوف فريكونس في حالة الدي اي 01 الام ب 0 والان ب 1، او العكس التي 10 والام ب 1 والان ب 0، بس هتلاقيها كده. هتلاقي ان الاي لو اكبر فانت عايز تخليها، فتخلي الام ب 1 والان ب 0، فبكأنك بتشوف مين في المقام اكبر وده اللي بتخليه، واللي في المقام اصغر فدي له قيمه اكبر ده اللي بتصفر. عشان كده تلاقي الا كده تحت. هتلاقي قايل لك تحت ايه مثلا؟ هتلاقي بيقول لك ان انت دلوقتي والله لو الترم ده كله ان لو الاي اكبر من البي، يعني البي اللي في المقام هي الكبيره فانت هتخليها. لو الاي اكبر من البي، يعني مين الكبيره؟ الاي هي الكبيره، فالاي هي اللي هتخليها، وتصفر البي اللي هي الصغيره اللي هتعمل لك رقم كبير في المقام. لكن لو البي هي اللي اكبر فالبي دي اللي هتخليها، وتصفر الصغيره. فبتشوف، فطبعا عايز تسأل نفسك تحسب القيمتين وتشوف مين فيهم هو الاقل ويبقى هو ده الدوميننت. اوكي طبعا احنا بس النهارده كده هوريك كام مساله من الامتحانات، لكن هنعمل فيديو منفصل نحل فيه مسائل كتيره غير الفيديو ده. بس مثلا تعالى كده نبص على افكار الامتحانات، هتلاقي افكار سهله جدا. احنا بس لسه ما خدناش حاجه اسمها الجافيتي ريزونيتور، عليها برضه مسائل لسه ما خدناش، بس صغيره برضه مش كبيره. فمثلا هنا في السؤال ده بيقول لك ايه؟ بص كده بيقول لك ان اير فيلد ريكتانجلر ويف جايد، ده كده كان اثبات وسؤال. يعني السؤال ده مثلا هتلاقي عليه 7 درجات او 8 درجات، وسؤال سهل جدا تعويض مباشر ما فيهوش اي حاجه خالص. هتلاقيه بيقول لك هنا مثلا ان اير فيلد ريكتانجل ويف جايد، يعني الميديوم اللي جواك اير بيدي لك الايه؟ بيدي لك البي بالسنتي فتضرب 10 اس سالب 2، بيدي لك الفريكونسي بالجيجا فتضرب 10 اس 9، ده الاوبريتنج فريكونسي. بيدي لك انت شغال التي اي 2 1، فالام ب 2 والان ب 1. بيقول لك فايندنج الفيز والجروف فيلوسيتي، يعني حاجة بسيطة جدا، الفيز فيلوستي كان ايه قانونها؟ ادي كان قانون الفيز فيلوستي. طب معاك الميو والابسلون؟ ما قلت لك بص كده، تعال ناخد القانون بس الاول عشان اوريك ان الكلام فاضي، يعني كلام تعويض مباشر. خدت صورة غلط. انا ممكن اشيل واحد على جذر ميو ابسلون واحط مكانها في، او الفي دي ممكن احط مكانها سي واحط هنا جذر ميو ار ابسلون ار. فانت اصلا شغال اير فيلد في دول بوحيد، فانت هيبقى سي، هيبقى قانون الفيز فيلوستي هو سي على جذر واحد ماينس اف سي على اف الكل سكوير. طب الاف معايا ب 11 جيجا، ناقص ان انا احسب الاف كات اوف، لو حسبتها اعرف احسب الفيز فيلوستي اللي هو طالبه. فانت لازم بقى تعوض في قانون الاف كات اوف اللي هو كان زي ما قلنا هيبقى سي على الاثنين، طبعا كان المفروض سي على الاثنين جذر ميو ار ابسلون ار، في جذر ام على اي سكوير زائد ان على بي سكوير لما خدنا الباي بره وطيرناه. فالام هنا ب 2، الان ب 1، الاي والبي معاك بس هتضرب في 10 اس سالب 2 تحولهم بالمتر، دول اير فب 1، كده حسبت الاف كات اوف. تعوض هنا تطلع الفيز فيلوسيتي، تقول سي سكوير على الفيز فيلوسيتي تطلع الجروف فيلوسيتي. بعد كده بيقول لك فايند الفيز شيفت كونستنت، بس بيتا جايد، بيتا جايد كانت عباره عن اوميجا على الفيز فيلوسيتي، هتروح قاسم الاوميجا على الفيز فيلوسيتي. عايز تعوض في القانون ده مفيش مشكله، تقول انك تيجي هنا بقى وتقول والله دي كده الفيز فيلوسيتي اهي، فانا اقول اوميجا على، بس لا يعني ده كده قانون الفيز. اه فانت احسن اقول اوميجا على الفيز، والاوميجا اصلا معاك، الاوميجا هي 2 باي في الاف اللي هو مديها لك، دي اسهل حاجه. وبس كان فيها، كان ليها قانون مختصر البيتا جايد اصلا، يعني لو بصيت هتلاقي البيتا اصلا كان ليها قانون مختصر اهو. فانت معاك الاوميجا اصلا، معاك الميو ابسلون، ميو نود ابسلون نود اللي هي هتبقى واحد على سي كأنه اوميجا على سي يعني، ومعاك الترم ده ممكن تعوض فيه على طول، او عايز تقول
اوميجا اللي 2 باي في الاف اللي هو مديهولك على الفيس فيلوسيتي اللي انت لسه حاسبها اوكي، بس احسن تعوض في القانون ده عشان لو انت حسبت الفيس فيلوسيتي غلط ما تبقاش البي ده غلط، فاحسن عوض في القانون ده. معاك الاوميجا ده يبقى ميو نود ابسلون نود، ومعاك الاف كات اوف حسبتها، ومعاك الاف. بعد كده بيقول لك احسب الويب لينث جايد، سهل جدا برضو، هيبقى 2 باي على البيتا جايد اللي انت لسه حاسبها، او عوض في القانون بتاعه برضو. بعد كده بيقول لك احسب احسب الايتا تي اي. مين الايتا تي اي؟ الايتا تي اي اللي هي الجذر ميو على ابسلون. طبعا جذر ميو على ابسلون هتبقى جذر ميو نود على ابسلون نود اللي هي 120 باي، عشان الميو ار والابسلون ار بواحد عشان اير فيلد، والكلام ده معاك كده حسبت الايتا تي. طبعا ما تنساش اليونت بقى بالاوم والكلام ده، ودي تقول راد بير ميتر والكلام ده، ودي بالميتر، ودي راد بير سكند للفيز والجروف فيلوسيتي. فطبعا مسائل يعني سهله جدا وتعويض مباشر مفيهاش حاجه. فمثلا دي مساله هنا مثلا في الامتحان ده، نفس الكلام برضو بيقول لك ان اير فيلد ريكتانجل ويف جايد، مدي لك الاي ومدي لك البي، مدي لك ان هو بيوبريت عند تي اي 11 مود، فمدي لك الام والان، بيقول لك الفريكوانسي بتاعك ب 8 جيجا، هات الفيز والجروب والبيتا. طبعا كلام نفس المساله في التيبيكال، معاك اي وبي، معاك الام بواحد والان بواحد، انا كده حسبت من الام والان الكات اوف فريكوانسي، ومعايا الاوبريتنج فريكوانسي ب 8، اعرف احسب الفيز فيلوسيتي بسهوله والجروف فيلوسيتي بسهوله والبيتا جايد بسهوله. انا كده حسبت نفس المساله في بالظبط. بيقول لك بقى المره دي لو الفيز فيلوسيتي بكذا احسب لي الفريكوانسي واحسب لي الجروف فيلوسيتي واحسب لي البيتا. الجروف فيلوسيتي سهله لان الاثنين دول في بعض بيديني السي سكوير، هو اير فيلد برضه. طيب فسهله ايه؟ طب الاف احسبها ازاي لو انا معايا الفيز فيلوسيتي؟ ازاي احسب الاف؟ ماشي، ما هي الفيز فيلوسيتي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن، لو شفنا القانون بتاعها كده، هي عبارة عن ال C على جذر ميو ار ابسلون ار، السي معاك اللي دي هتبقى بي، بس السي على جذر ميو ار ابسلون ار والسي معاك، وهنا ال F كاتوف على ال F، فانت معاك ال F كاتوف، معاك ال F كاتوف انت حسبتها، ومعاك الفيز فيلوستي تقدر تحسب ال F. هتقول C على ال على الفيز فيلوستي اللي معاك اللي هو مديها لك، بعد كده تروح مربع الكلام ده، تطلع الواحد ماينس اف سي على اف سكوير، تودي ده الناحية التانية وتطرح من واحد، بعد كده تروح حاسب، وانت معاك الترم ده تعرف تحسب الاف بسهوله. فانت هنا معاك معاك المره دي الفيز، تعرف تحسب الجروب بسهوله، والاف هنروح معوضين فبنقول الفيز، وانا معايا الكات اوف اصلا حسبته، اعرف احسب الاف. طب البيتا اعمل ايه؟ اروح معوض في قانون البيتا، ما الاف انا جبتها اعرف اجيب الاوميجا، تمام، معايا الاف اهي ومعايا الكات اوف، اعرف احسب البيتا. او ممكن اقول اسهل ان الفيز فيلوسيتي هي الاوميجا على البيتا. الاوميجا انت حسبت الاف تعرف تحسبها، الفيز فيلوسيتي مديها لك تعرف تحسب البيتا بسهوله. ودي جافيتي ريزينيتور لسه ما خدناهاش، بس سؤال سهل. فالاشكال بيقول لك المسائل بتاعتها هنعرف ان هي، حتى انا همرنك برضو على امثله الشيت، هتلاقي في افكار في الشيت اصعب شويه كمان من اسئله الامتحانات، بس الامتحان بيجي سؤال سهل، بس برضو همرنك على اسئله الشيت اللي هتكون اصعب في الفيديو الجاي. ده حليناه اهو، ده حليناه، وحلينا ده برضو. ماشي، هنا بيقول لك ان اير فيلد، مدي لك الاي ومدي لك البي، مدي لك الفريكوانسي، مدي لك التي ام 11، نفس السؤال، مدي لك الاوبريتنج ومدي لك الحاجه اللي تحسب منها الاف سي، بيقول لك هات الفيز والجروب، هات الفيز شيفت والايتا تي ام، بس مرة هعوض في كل الايتا تي ام، فنفس القوانين بنفس كل حاجه. فاهم؟ اسئلته بتيجي مباشر جدا في الامتحانين، بس برضه همرنكم على افكار اصعب، وهناخد الجافيتي ريزينيتور في الفيديو الجاي ان شاء الله. كده خلصنا الفيديو ده.